اهلا وسهلا سعاده الدين. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار ايجيبسان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا فندم يا بلاش 35,000 جنيه للشقه. الو. اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني مش عاوز معه كتير. وضوح يا فايق انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك. والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. نظرك حاجة تحت؟ اه بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقول لك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعاده البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بقال لك عننا. ما هو ده قلق. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غنوه البنزين. البنزين غير قرشين سعر. تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين كداء الميه. كل زبون ناكب فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ما انا كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة بقى انت اول مره تخرج فيها مع بنات؟
أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ هو جذاب؟ بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فم. أه فم. أنا فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ جامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله. من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادتك. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها السكرتارية. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مين دي؟ انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا مثلا. خلاص مدام مثلا مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ قال بسرعة كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعودة تخرج مع رجالة من غير خطوبة. على رأيك احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا مثلا. ايوه طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة طلع مش عارف. والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوة زي القمر وقعد معاها في كتير. يعني البيت طلع ظابط نجاحس. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم. انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يقدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. صباح الخير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله، عريس؟ اه، ما هو دام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتوه. وما بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقول ان انا قلت لك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة بنهاية. تعجبني، اتفضل. يا ساتر، يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي، مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقول لي يا نانا. اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مره. يا بنتي يا شقيه. طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايده كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم. بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معزه. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كل فليكس. حاجه ساعه اي حاجه. حاجه ساعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر. بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا.
القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم، ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة أنا مش فاهم حاجة. استثمار يا عمي، يعني إشي بره وإشي جوه وشغل آخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ أهي بترزق آخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد، أنا كل اللي يهمني إنكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش، تعيش يا عمي. تاخد سيجارة سوبر بفلتر مستوردة؟ يا ابني السجاير مضرة بالصحة وبالمال. مضرة بمال مين يا عمي؟ ده أنا مش عارف أودي الفلوس فين. امسك، امسك سيجارة. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على أيتام. امسك. طيب يا سيدي أشكرك. أنت مش قلت إنها مضرة للصحة؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجة الساعة يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجة ساقعة وحاجة سخنة؟ ما انت عارف كل حاجة بالمفتشة. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تلخبطيش نبال مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تلخبطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاقة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرني بني ادمين. امال احنا حلاليف؟ طبعا بني ادمين. يا ده اللي تغلبه العاب يالا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. تجدع ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سا 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 سبارس. تتمناك سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعدت تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش، واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. Yeah.
اتأخرت ليه؟ ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بعث السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله؟ العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني، انا جاريتك يا سيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها، احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا الثلاجه، التلفزيون، ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه، مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده، نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايده يا عيون عايده، انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز اديكم بومبة. بومبة ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه؟ مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المساله جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينه اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا قصدي جربوع، ورحمة ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايده. عايده انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده، عايده، وانا لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين، وحرام اذيتهم. يا ماني شحات، مفيش اوطى من كده. ضايقتك شوية مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتني؟ المدموزيل اللي كانت معاك، خطيبتك مش كده؟ لا، وانت عرفت منين؟ إيه؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعة ما خرجت من اللوكان ده. شحاتة افندي. شحاتة افندي؟ انت حكومة، انا ما عملتش حاجة، انا انت حكومة. مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات.
ايه رايك في 100,000 جنيه؟ مئة ألف جنيه؟ ليه بقى؟ حسرق لك سرية ولا عقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك، تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف، وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه. تقرير ايه واداره ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاجة وموكيت. هو كم بكام؟ البون جوه. ايوه يا فندم، اي خدمه؟ وحياه والدك عايز شويه لحمه في الرغيف. اي لحمه ولا لحمه معينه يا فندم؟ لا، لحمه من اللي بره دي، اللي عامله زي قمع السكر دي، اللي عليها طبق ميه. قصدك الشاورما يا فندم؟ ايوه، اسم الله عليك. ايه واحد يا فندم؟ ايه واحد؟ لا، تور. توره؟ ايوه، يعني تورتين، يعني تورة تورتين، يعني تمانية. حاضر، تمانية. حاضر. بس وحياة رحمة امك تقول له يتوسع، عشان خاطر ده بيقطعها زي ما يكون بيقطع ورق سيجارة. من عناية يا فندم، اتفضل استريح. اتفضل يا فندم، اتفضل. جارسون. نعم يا فندم. الحساب 180 يا فندم. عبدو. نعم يا هاني. الحساب عندي. عناية. عشان ايه؟ اتفضل حسابك، خلي بالك. شكرا يا بيه. من فضلك، هو حضرتك مستني حد ولا جاش؟ لا، عايز. عبدو. نعم يا هاني. هات لي العصير. عينيا يا هاني. بسم الله. بالهنا والشفا. الله يهنيك يا اميره. انت لطخ. انت لطخ. نعم. هو كم بكام؟ يعني اللي انا اكلته دي هيقطع كام؟ قول لحضرتك 153. 153؟ ليلتك مطيره. ليه يا بيه؟ انا ما حلتش غير ريال. طب بتطلب كتير ليه؟ ايه دي؟ وانيش عرفني يعني ان لقمه العيش ملحويسه لحمه تبقى بريال. طب والعمل دلوقتي؟ انا عارف يا اخويا. ايه يعني العمل؟ يعني الناس الغلابه ما تاكلش لحمه؟ اللقمه بريال واللقمتين ب 40 قرش.
وارفع لهم ابو كان. شوف اما اقول لك انده للناس بتوعك خليهم يشوفوا شغلهم وانا جاهز. يا عبدو. نعم استاذ. قول لي حسابك كام؟ 210 يا فندم. انت مش لسه قايل 157 قرش يا ضلالي؟ مش في 10% خدمه؟ تتلطف. خد يا عبدو. ميرسي يا ست هاني. أني شاكر فضلك يا هاني. على إيه؟ دي حاجة بسيطة. بس على الله ما تكونش لسه جعان. وأنت فاكرة يعني إن دول شبعوني؟ ده أنا مسحت بيهم زوري. معلش. إن كنت عايزة تصدقيني راهنيني على 10 وأنا أقوم بيهم. أنا عارفة حرهنك على أكتر من كده، ها؟ وهتكسب الرهان. ما تجيبي لي بيبس. قوم بينا نشرب البيبس في حته تانيه. قوم يلا. الفلوس اتلمت خلاص يا ابو العمده، وانا نازل بكره ان شاء الله اشتري البابور. مفيش اخبار عن رجب. انت ناسي ان ولد السيده زينب بعد يومين يمكن مستني يحضر المولد ويرجع. اطمن يا اخويا. سلام عليكم. وعليكم السلام. بس يا ستي سرقني لا جبت محرايات ولا جبت فاس حتى. لو تطلع لطيف معايا هجيب لك محرات وهبسطك خالص. قولي انت اسمك ايه؟ محسوبك رجب. رجب؟ لا لا لا، من دلوقتي ورايح انت اسمك ريري. ها؟ ريري. ريري؟ حلوه ريري دي. انت عايشه هنا لوحدك؟ لا، من دلوقتي ورايح هعيش مع ريري. عندي كلب. انت يا ريري كلب الوحيد. عن اذنك دقيقه واحده يا ريري. حلوه ريري دي. ريري ريري بس نجيب المحرقه. خش استحمى والبس طولي حياتي. اخش الحمام اللوكس ولا الترسو؟ انت ما امل غير الحمام اللوكس يا حبيبي. والله وفيك الخير يا ألفة. هو الحمام من ايه؟ اهو. هي كل الحمامات مدهونة عسل أبيض؟ ده إيه الحلاوة دي كلتها؟ دي أرض نهدي، ده إحنا هنجيب أربع محاريق. تعال علويته كده مش لما آخد نفس الأول؟ نشرب كاس مع بعض. نشرب؟ ما نشربش ليه؟ يا سلام، الحمومة دي فوقت الواحد، خلت دماغه تقيلة. ايه ده؟ انت حاطه المنكر في كوستوبان؟ على فطر. على بطر. انا بطر يا جميل. يا قمر انت يا بتاع زمان. ده انت عنتيل. انت لسه شفت حاجه؟ دي شغلانه بسيطه. هو الواحد عينيه تقلت ليه؟ اما اقوم اجيب لك حبايه عشان تصحصح. ده ايه النحس ده؟ ساعة ما تفرج الواحد يحل عليه النوم. خد يا حبيبي الحبايه دي عشان تصحصح.
ايه دي؟ لمية؟ أنا لما أخد حباية حلوة ما أخدهاش بلمية. ده انت عنتيل ما افتكرش. قوم بقى. على فين؟ ندخل. تابع حلوة. ريري ريري ريري، قوم قوم يا حبيبي، فوق لي، قوم قوم. عفريته عفريته عفريته، انت حشوري حش عفريته، احنا عايزينك تتحرق. مش عاجبك رأسي؟ طول عمرك بتعجبيني يا روحي. كلامك زي السكر، يا ترى ناوي على ايه؟ ولا حاجة. طب أخبارك ايه؟ زفت بعيد عنك. الظاهر الواد رجب ده مصري أصيل، من يوم ما سرقته ولعنة الفراعنة محوطاني من كل ناحية، بخسر كل ليلة. قولي خليك تكسب على طول. ايه؟ هتعملي لي عمل بقى ولا ايه؟ لا ده انا هجيب لك محل احسن من المحل اللي كان عندك في خان الخليلي. يوه ما تفكرنيش بقى باللي لازم اضع. ده انا هفكرك وهفكرك ونص كمان، انما محل ايه يستاهل ايديك. تتكلمي جد يا جلال؟ ورايحه ادفع لك فلوسه بكره وامضي لك عقد البيع. انت ست ما جابتكيش ولا ده؟ والفلوس جاهزه يا عينيا يا حياتي، بس على شرط. تحت امرك. مفيش قمار. لا 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 لا، قمار ايه؟ ما خلاص. لا لا بس انا مش مصدق. بكره لما تشوف العقد في ايدك هتصدق. مش قصدي على العقد. امال ايه؟ الفلوس اشوفها بعيني. تشوفها بس. ماشي. قلنا ايه؟ ممنوع اللمس. ايه ده؟ مبلم كده ليه؟ لا المفاجأة لحستني يا روحي. اعدهم؟ اعدهم. ايه ده؟ انت مخوناني ولا ايه؟ مش كده بالظبط. لا انت مخوناني. هخونك ليه؟ دي فلوسك اللي هفتح لك بيهم المحل. طب عدهم. وتعدهم ليه؟ طب ما عدهمش ليه؟ مزاجي كده. لا دي مساله كرامه يا جلال. ايه ده؟ وايه دخل الكرامه في الفلوس؟ انا راجل عندي كرامه وما اسمحش لاي ست تروح تشتري لي محل وانا واقف زي الطرطور. وانا كمان ما اديلكش الفلوس عشان تروح تفرتكها. هات الفلوس وبلاش فزلكه. اوعى. هات الفلوس. هات الفلوس يا جلال. اوعى. هات الفلوس يا سريع. ايدي ايدي ايدي.
قفلتنا عليك يا سراج. عمري الشاي باقي من يوم ما وزعت القدر والحمار رجع لوحده انشغلنا عليك. وزعت القدر؟ ايوه انا ما وزعتش. تلاقي بقى الحمار هو اللي وزعه. ده حمار ابن جنية. كنت فين يا سراج؟ بطلت من شراح. لك عندي حتة الدين خبر. انما ايه بقى اللي هو؟ خير. فيه مكتب سفريات بيسفر العمال بر، وفيه واحد جارنا قدم وحيسافر. طب واني مالي؟ تسافر زيه. ازاي يعني؟ تعرف مكان المكتب وتقدم وتسافر، شهر ولا اتنين تلم الفلوس اللي اتسرقت منك وترجع. دول بيدوا هناك فلوس كتير قوي. اروح؟ بس عايزين 60 جنيه مقدم. مروحش، اجيبهم منين يا حصرة؟ انا حدهم لك يا ابني. لا مؤاخذة ابو شراح، ده انت حالتك تصعب على الكافر. هو انت لقيت اكل؟ صح، بس هتصرف. ازاي يابا؟ هستغنى عن مسعد. طب وشغلك؟ نبقى نأجر حماري تابو حسنين. عفرم عليك يابا. عم رضوان انت راجل طيب قوي، وانت انشرح بنت حلال. تبيعوا الحمار عشان واحد ما تعرفوش؟ بصراحة احنا حبيناك يا ابني. مش يمكن تسافر وربنا يكرمك وبدل الكارو تجيب لنا تريسيكل؟ يا سلام، على قد ما فيه ناس وحشة فيه ناس حلوة. الحلوين اكتر يا ابني. الظاهر كده. صعب عليا الحمار. البركة فيه. بركة فيه؟ مش قلت هتجيب لنا معاك تريسيكلي لما ترجع من السفر؟ ربي كريم، لكن ده بان عليه كان بيحبك قوي. هو مين؟ الحمار. طب وين؟ أنا والحمار بنحبك. بجد يا رجب؟ بجد يا انشراح. أمال ما بتقولش ليه؟ كاتم في قلبي وخايف أبوحلك. خايف؟ من إيه؟ أنا فين وأنت فين؟ طمني يا ابني على ابني، ربنا يطمن قلبك. هيسافر وقتين؟ قول لي والنبي، صحيح هنسافر؟ ان شاء الله كلكم هتسافروا، والبيع هيقول لكم دلوقتي هتسافروا امتى. انا جبت الفلوس معايا اهي وعايز اسافر انا كمان. انت اسمك ايه؟ انا اسمي رجب. رجب ايه؟ رجب عبار. عبار؟ ايوه. انت تعرف عمك عبد البر؟ لا. رجب عبد البر من شباك الميموني مش على الخريطه. ثانية واحدة قول لي سعادة البيت. كلكم هتسافروا من ان شاء الله؟ ان شاء الله. قول على الله. الله كل على الله. هم هيلاحقوا على مين ولا مين؟ يا رب يا رب، عشان المحراد والتريسيك. مع السلامة مستر ديكسان. مع السلامة. انت ايه اللي دخلك من غير ما اقول لك ادخل؟ ما تخرجش على بلي. اسف معلش، عشان في زبون جديد عاوز يسافر. في ايه؟ زبون جديد عاوز يسافر. زبون جديد دخله. اسمع، لا انا هخرب له. لحظة واحدة. اتفضل قدامي. بص يا سعادة البيه، تعال هنا. مبروك مبروك يا اصحاب الايادي العاملة. مبروك، الباسبورتات بتاعتكم كلها خلصت. ميعادكم الساعة 12 هتسافروا. هتطلعوا فوق سطوح اللي فوق المكتب ده، هتلاقوا طياره هليكوبتر خاصه هتاخدكم على المطار على طول. اتفضلوا يا سعاده البيه. انا جبت الفلوس معايا ونفسي ابعد اسافر. عشان الريحه. ابعد عشان الريحه. انا جبت الفلوس معايا وعايز اسافر معاهم. اسف، مع السلامه، مالكش مكان. وحيات عينيك يا بيه، خد منه الفلوس وسفره. ما تحاوليش، خلاص انتهى. الناس، انا عندي مصالح. الناس دي كلها جت قبلكم، عن اذنكم اتفضلوا. تعال انت. اه استناني. ابعد يا سيد، ابعد يا سيد. هو ده بتاعك. مبروك مبروك يا سعاده البيه. انا خدت وقت ليه؟ ما انا هقول لك. عقبال ما بعت الحمار بتاع الجماعي وجينا هنا فخد مننا وقت يعني. خلاص انت تاخرت، العمليه كومبلي انتهى. كومبل ايه بس يا بيه؟ طب انا جبت الفلوس معايا اهي وخدهم، الله لا يسيئك. وبعدين معاك، وبعدين معاك، ده كتير كتير. طب اشيل منهم 30. تشيل ايه؟ تشيل ايه؟ بقول لك كتير اللي بتعمله فيا ده. تقول لي اشيل فوضى؟ كام دول؟
دول 60 جنيه ما ادفعوش اتفضل. والنبي لا انت واخدهم ومسفرهم، ريحنا ربنا يريح قلبك. لازم تحلفيني، كل واحد يدخل هنا يحلفني. شديد استنى عندك. ايه ده؟ ايه الحكومه مسافه يا رخره؟ ابو دومه رجعنا فلوس. اهي خد الفلوس. ابوس ايد الحكومه، ابوس ايديك يا بيه. ده انا ما صدقت انه خدهم، ده انا قعدت اتحايل عليها عشان ياخدهم. ده اللي بعت الحمار بتاع الجماعه علشان اسافر. سافر ايه يا راجل انت؟ خد فلوسك وامشي. ده نصاب. فلوسي يا نصاب يا حرامي، ده انا بعت عفش بيتي حرام عليك. انا قلت لك ايه؟ ده مستقبلي. ايه مستقبلي؟ فلوسي. ايه بس عايزين ايه؟ سيبوه يا اخوانا، سيبوهولي. ايه بس عايزين ايه؟ هو انا ناقص يا اخويا؟ ايه بس؟ وريحتي مش عاجباك كمان؟ طب ليه يا استاذ مش كده؟ وماسك لي جوزه فرندي؟ هو انا هو معايا يا اخوانا. الضرب ده عليا انا، الضرب ده عليا انا يا اخوان، مش عليه هو. جيت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، بس انتوا طلعتوا كروديات. بصراحه يا ابو الحاج الواحد بقى متلخبط، الواحد ما بقاش عارف مين الطيب ومين الرضي. عندك حق يا ابني، الدنيا بقت دوكه، ما حد عارف ده من ده، مين الحلو ومين الوحش. شوفي شغلك، شوفي شغلك يا انشراح يا بنتي. تعيش وتاخد غيرها. يلا هنفضل ناخد لحد امتى؟ ايوه لحد ما نتعلم. كان نفسي اروح كتاب وما رحتش. ليه؟ طيب يبقى ازاي؟ زي كل اللي بيقروا. اللي زي حالاتي ما يقدرش يروح كتاب، يقوم من نوم الفجر ويروح على الغير، يهابر مع الارض والبقر لحد ما تغيب الشمس، يترمى على الفرشة لحد ما يطلع النهار، وهو كل يوم من ده لحد الواحد ما ينام النومة الطويلة. يا عيني علينا. اهو انت برضه ابوك قدر يعلمك لحد ما فكيت الخط، هم والباقي علي انا. واني لو كنت متنور كان بلبل الكلب ده قدر يضحك علي. ياما متنورين وبيضحك عليهم. طب ايه رأيك بقى اني سمعت عن واحد باعوله القطر ومعاه الابتدائية؟ اللي زي ده بقى تلاقيه في الاصل حمار. سلام عليكم. على فين؟ مش عارف، لكن عايز اروح اي مكان اعيط فيه. تعيط؟ ما تعيط هنا. لا اصل انا لما احب اعيط اعيط من ورا الناس عشان ما حدش يشمت فيا. هو حد يشمت في حد بيعيط؟ مش كل اهل مصر بلبل يا سراج. القصد سلام سراج. اوعى تسافر من غير ما نشوفك. هسافر هب بايه وبلبل مديني بومبي زي ما بيقولوا اهل البندر. سراجب اوعى انشراح. اوعى تعمل في نفسك حاجه. ما اقدرش لاني ما بقتش ملك نفسي. امال ملك مين؟ ما تجرجرنيش، اني ما اقدرش اقول. ده كله ده ايه ده كله؟ سراية مين دي يا بلبل بيه؟ دي سراية اخ حبيب كده زي عبد العال بيه حبيبي. ايه وانا سمعت عنه قبل كده. رجب حبيبي يا رجب. تعالى اقول لك، على اذنك يا عبد العال بيه. اتفضلوا. عايز اقول لك حاجه يا رجب بيه، حاجه هتهبي لك خالص. ماني مهبول خلقي. لطيف. بقول لك ايه؟ قول يا عامل الاسود. اهلا ابو علبي. اهلا بك مرحبا. الزبون اللي معايا ده مسويه على الاخر، مسويه على الاخر، مسويه زي السوى اللي انت سويته لي. خدت بالك؟ اهلا ابو علبي. اهلا بيك. اتقل كده وما تعملناش فضايح عشان تاخد فلوسك. تعالى اما اعرفكوا على بعض. ابو علبي حبيبي. اهلا
مرحبا ولد العم. رجب بيه عين اعيان الفلاحين. امال ما لهدومهم هلهلة كده ليه؟ لا مش بالمظهر. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ امال انت حضرتك تطلع مين بقى؟ انتوا هتقفوا تتكلموا في الشارع؟ اتفضلوا جوه عند صاحبي. اتفضل اتفضل يا معالي بيه. اتفضل رجب بيه. يا عيني على علالي والبهلالي. يا سلام بيضحك وياكل يا اخواتي. ما شاء الله يا سلام سلم. اتفضل يا سلام يا سلام يا اخواتي. اتفضل يا عبد العالي اتفضل اغسل وشك وانت بنفسك كده. لا اتفضل انت الاول. لا ماني سبقت سبقتني. يا لهوي يا خش يا اخوك انت هتشوف يوم. معايا يا رجب بيه. اتفضل يا رجب بيه. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا جرسون. شوف رجب بيه اشرب. تشرب ايه يا رجب بيه؟ عشان لحمه في الغيط. ظريف. اتنين مظبوط بسرعه. ما قلتليش يا رجب عملت ايه مع الست بتاعت المعادي؟ ما تفكرنيش نحسن اقوم اطبق في زمره رقبة. الظاهر انك واخد على خاطرك مني قوي يا رجب بيه. عبد العالبي يا حبيبي اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خلصت مهمتك مع صاحب السرايا؟ صاحب السرايا والله لسه. ما يلا بينا. على فين؟ تلاقيك ميت من الجوع. يا سلام على نصحتك ومفهوميتك يا سبولبول افندي. ده انت هتاكل كمام وبسبوسه وهتعيط. ظريف. قهوة ولا شاي يا عبد العالبي؟ أنا أشرب شاي تجيل زي الحبر. شاي حبر العبد العالبي حبيبي. أهلا حبيبي. أهلا 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 وسهلا. علي ها؟ آه ده لي أنا. عن إذنك يا رجب بيه يا حبيبي. عن إذنك يا عبد العالبي يا حبيبي. حبيبي عن إذنكم أنتوا الجوز. على السلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا نادي سامي. أنت فين؟ موجود يا هنا. امال ما بتسالش ليه؟ اهو شويه مشغوليات كده. مين اللي معاك دول؟ دول ده رجب وده عبد العال. الوجه البحري والوجه الابلي. و مين فيهم الكويس؟ رجب اللي على اليمين. يا رجب يا رجب بيت. ايوه تعالى يا رجب بيت. هو اللي رايح فين للكوشه؟ هو يا خايل. اظن بقى المره دي لا تقول لي انا مرغم اصدقك ولا مضطر اصدقك ولا الكلام الفارغ الخايب اللي انت بتقوله ده. قول لي عايز ايه وخلصني. ايه رايك؟ يعني 10 على 10 بريفيكس. طب بقول ايه؟ انا عايزك تروح معاها عبال ما اخلص على اخينا واجيب لك القرشين وتجيب المحلات وتهوينا. واروح مع 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 الشكلاطه دي؟ ربنا يستر وما يكونش هدر زي عريضه. عيب يا رجب يا حبيبي. ايه دي سانيوري. يلا يا عم. لا المرة دي يعني في السليم. طيب يا ست متشكرين. عقبالنا يا اخويا. بطل قهر يا اخويا. ورايا انت. لا المرة دي في البريفيكس قوي. مع السلامة يا رجب. شد حيلك. ايه عبد العال بيه؟ على فين يا حبيبي؟ ايه الحكاية يا ابو البلافندل؟ ايه؟ راحوا فين الولد دولم؟ يا جدع ربك ستار على عبيده. مش كنت انا ولا يا سيدي ما تستعجلش الجايات اكتر من الريحات. ما قلتليش. نعم يين. انت جاي مصر تعمل ايه؟ جاي اشتري باجور حرد. عبد العال. نعم حبيبي. هو اللي خليك. اهلا بالناس الحلوه. اهلا. ايه؟ ريري. ريري وبقالك كتير في مصر يا ريري؟ بقالي كام يوم بس عدوا عليا زي ما يكونوا 200 سنة. يعني ما تعرفش مصر كويس؟ مش عقدي نعرفها. اه يا شقي. هو انت لسه شفت حاجة بالشقاوي؟ هنشوف. المايه بتبدأ بالغطاس. يلا بينا. بعدين ده ايه؟ ما تتقاليش قوي كده انا احسن انام منك. نرجس نرجس هي فين الخاينه؟ انا لازم اقتلها قتلتين للشرف. نرجس
على فين يا راجل يا طيب؟ لا استني، كان عندي مشوار مهم وكنت ناسيه، افتكرت دلوقتي. السلام عليكم. ودي تيجي؟ اوعى تكون زعلت يا ريري عشان جوزي طب على غفله. ده حتى ليه ريحه خفيف، حد يزعل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما تقعد يا ريري، ريري صديق قديم يا فوزي. جوزك واقف. اقعد يا ريري. لا معلش، مرة تانية يبقى الواحد عامل حسابه ومستعد يعني. ودي تيجي؟ لا يمكن ابدا. انت تقعد وتاخد راحتك قوي 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 وكاني مش موجود خالص. كانك مش موجود؟ ها؟ ما انا هفهم حضرتك، انا هفهم حضرتك. اصل انا كنت طالع عند الخياطة اللي فوقيكم، وبعدين دخلت الشقة دي غلط، فالست هاني راحت كده يعني. السلام عليكم. انا فاهم انا فاهم. ما هما دايما زباين الخياطة اللي فوق بيدخلوا الشقة دي غلط. هو فيه خياطة فوق بصحيح؟ طبعا يا ريري. على خيرة الله. تفضلوا استريحوا. انت كان لازم تيجي دلوقتي. اسف يا حبيبتي. اسف يا حبيبتي؟ ده بيتأسف ليه؟ من حقها فعلا، كان لازم اعمل تليفون قبل ما اجي. تعمل تليفون؟ ايوه. تصدق وتأمن بالله؟ لا إله إلا الله. أنت راجل مطياب. وأنت إيه الهليلة اللي كنت عاملها دي؟ إيه ولما أنت بعرور يعني؟ كنت داخل بهليلة ليه؟ ده أنا اتجعست يا جدع. لا أبداً، ده عشان اللي ما تتسماش. مين؟ مراتك الأولانية؟ أيوه يا ستي. تصدقي إنها عايزة ذهبها ومصاغها كله النهاردة والنهاردة بالذات؟ طب ما تدهم لها وتخلص. أنا أقدر أشوفها تاني؟ ما أقدرش. لا إله إلا الله. طيب أستأذن أنا. مع السلامة. استنى عندك. في ايه؟ ريري بيه، ريري بيه، ممكن اقصدك في طلب؟ اتفضل. من فضلك ممكن توصل الذهب والمساغ بتاع طريقتي ليها؟ ما بلاش. ريري بيه، انت ربنا بعتك علشان تنقذني، ارجوك يا ريري بيه. ما بلاش. انا مصر يا ريري بيه. هو الذهب كتير؟ لا ابدا، ده شنطة صغيرة قد كده. شنطة صغيرة؟ ايوه. ما بلاش. ريري بيه، اعمل معروف، ابوس ايدك، ابوس رجلك، انا خلاص كرهتها. ولما انت كرهتها كده هوت شال صورتها في جيبك لغاية دلوقتي ليه؟ دي الصورة بتاعتها، مش دي صورتها يا ستي؟ اهي. عن اذنك. نرجس. نعم. تعالي نحط لها شنطتها. حاضر. حط لها الذهب بتاعها. ده فوزي ده مطياب بشكل. تكون
تحت بيوك الدولاب. يا ست الدولاب كان مفتوح جاهز. وبعدين الجدع هيمشي. ولا بتاع الراجل اللي جري؟ لا دي بتاعتي انا يا فندم، بس هو كان سارقها. وفيها ايه؟ فيها اوراقي الخاصة يا فندم. ممكن اشوفها؟ اوي حاضر. استنى عندك، اضرب النار. يا حاضر. نعم. انتوا جاهزين؟ نجهز لمين؟ علشان النصابين والمهربين والحرامية. نعم. شوف اما اقول لك، الناس بتكتر، ولما الناس بتكتر بتكتر معاها الناس الوحشة. عملتوا حسابكم؟ نعمل حسابنا على ايه؟ علشان تقبضوا على الناس الوحشة اللي بتكتر. امشي يا راجل يا مجنون، امشي. حاضر، انا همشي، بس انا عملت اللي علي وبعد كده ما تزعلوش مني. يلا شوف شغلك، امشي. الحمد لله على السلامة. اهلا يا ابو العمر. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو العمر. ايه رايك في لوبو؟ حلو قوي. الا مفيش اخبار على الرجبة. يا سلام. انت يا حلوة، انت يا سنيورة، يا دهي يا دهي يا حلوة. انت بتندهلي؟ ايوه بندهلك يا حلوة. بلبل بيه راح يكلم شركم بيه في اللفلفون، حياتك تستعوجيه. اللي كان قاعد معاك هنا هوت؟ ايوه اللي كان قاعد معايا هنا هوت.
لو كان حصل بينكم كلام تاني. ده خرج. خرج كيف يعني؟ راح فين؟ مش روح. روح؟ وانا وانت يعني ما قالكش حاجه عشاني؟ قالك ايه؟ قال اخد منك الحساب كله. ايه لهو بقى الحساب كله منين؟ ايه ما معكش؟ لا ما معليش، ده انا غلبان. حسنين؟ حسنين؟ ادالو البوليس. بوليس؟ ده بليس ولا دياولو؟ قال الحساب كام؟ هتدفعه؟ ايوه هدفعه. قول الحساب كام؟ 40 جنيه و35 قرش. واخ يعني؟ ولا تهنوش بلدياتي. وخلي الباقي على شانك. روح يا شيخ الله يستر عرضك. يا سلام. لا سمح الله، لا سمح الله. وقت على الناس الحلوين دول. قول لي عمين. هو سرق منك كام؟ سرق كام؟ وانا حلت حاجه؟ ده انا على باب الله. يخرب بيتك يا بلبل، ده طلع مقلب. ايوه مقلب. طب غور بقى كان معشمنا بالصنوره الحلوه دي. بلدياتي. هو سوق الاخضر منين؟ صباح الخير. صباح الخير. انا مش عارف اودي وشي منك فين. ولا يهمك. ايه حكايه النوم اللي بتجيلي دي؟ انا لازم اروح الاستقبال. طب معلش انا هوديك للدكتور وهعالجك وكل حاجه، بس تعالى افطر. يلا. مفيش مش عندك؟ نعم. مش؟ لا معلش. امال فين العيش؟ اهو الحبيب. امال ايه العيش؟ يا هل ترى مين اللي جه دي؟ هيكون مين؟ لازم البواب. ابا قلب انت. ايه؟ تعيش بسرعه ليه؟ في ايه؟ محموق قوي كده ليه؟ اللي يشوفك يقول انك بتغير عليا. وما غيرش ليه؟ ها؟ وتغير ليه؟ حبيبي. الله الله يا عبد الله، ده انت طلعت معرفي، ده انا طلعت حته الكرود. ايه؟ انا هفهمك يا رب. هتفهميني ايه؟ وانا اقول لك ساعتها هو ما جاب لك ايه السيري؟ تقولي لي سيري ايه؟ ده اني رطخ. رجب كويس قوي قوي ان انا قابلتك. وانا كمان. فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ ما تنسى بقى يا راجل انت. طب فلوس عبد العال فين؟ عبد العال ايه؟ طلع يا مولاي كما خلقتني. انت ايه اللي جابك انت؟ رجب بقى يا صاحبي مالكش دعوه. ايوه احنا بقينا اصحاب. كده اهو. طب والله ونعم النسب. طب استاذن انا بقى على اذنك. استاذن تروح فين؟ انا عايز فلوسي والا هلم عليك امه لا اله الا الله. لم؟ ايه ده انت بتتجوز عليا؟ رجب ما تتعبش نفسك معاه، ده مش بني ادم مفيش منه فايده. انت تسكتي خالص، تسكتي خالص، ده انتوا عصابه مع بعض. اسمعي يا بلبل انت، انا من دلوقتي رجل على رجلك في كل حته تروح لحد ما اشوف فلوسي وفلوس عبد العدل عاد فين. طيب تعالى معايا. هات لي هدومي. طيب هوصل. استنى اما اشوف. هات لي هدومي. طيب هات لي هدومي يا حرمة. اللي تقدر تطلع بيه ان الحادثتين قام بيهم شخص واحد. ليه؟ لان المجني عليهم كلهم متفقين على ملامح واحده. بيتهيألي يا فندم انه بيمارس نشاطه من مده بسيطه. بنيت استنتاجك ده على اي اساس؟ علشان ما وصلناش غير بلاغين. بلاغ الناس بتوع السفر وبلاغ الراجل ده. اتفضل انت. شاكرين يا بيه. مش شرط يا فندم، جايز في ناس كتيرة ما بلغتش. جايز. على العموم أنا عامل خطة، بس الأول أنا حوريكم الصورة اللي رسمها المصور من خلال أقوال المجني عليهم. اتفضل من ده المصور. حاضر يا فندم. طب ما بلاش القمار دي. ما أقدرش، دي حاجة بقت في دمي، لازم ألعب كل يوم، ولازم أخسر برضه كل يوم. تخسر؟ طب انا هقول لك على حاجه، ما تعلمني القمار دي وتلعب معايا، وانت تخسر وانا اكسب، وهو يبقى كده جحه اولى بلحم طور. لا مش هتكسب. مش هكسب؟ بقى انت تخسر مع الناس كلاتي.
الغرب دور وتيجي معايا انا وتقول لا يا ابني. مفيش حد بيكسب القمار، كله بيخسر. ده ولا يمكن حد يبطله. طب ما تعلمني القمار دي. لا يا اخي حرام عليا. يا سيدي مالكش صالح. اسمع بس انا هقول لك، انت بس واخد بالك تعلمني القمار دي وهو يمكن يركب معايا واكسب ولم تمن المحراه. لا 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 ما ينفعش. بس هقول لك انا يا بلبل، ده المكان اللي بستريح فيه. تعال خش برجلك اليمين حاسب. تعال مالك، تعال ما تيجي يا واد. هو ده المكان اللي انت بتستريح فيه؟ اه. ايه رايك؟ وعندك كهربا كمان؟ لكن انت ما انتش خايف تنام، تقوم من النوم تلاقيه كوم تراب عليك؟ يا سيدي يروح بلبل يجي 100 بلبل. تروح فين؟ رجلي على رجلك. على رايك هلاقي زيك فين؟ ده انت لقطه. قلت لي انت منين يا له؟ انا من شمباري، شمبارة الميموني، بلدنا دي مش على الخريطه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، محدش ضحك عليا غيرك. ما تزعلش يا رجب يا حبيبي، خليك رياضي سبور. الدنيا كده لازم يبقى فيها اللي زيي واللي زيك، اللي بياخد واللي بيتاخد منه. طب اللي زي يعيش ازاي؟ لازم ياخد. ايوا ما واحنا ازاي نعيش من غير نكد؟ ده حتى ما يرضيش حد كده. اهي الكرشين اهي، يلا علمني بقى. ما بلاش. بتضحك على ايه؟ فاكر لما كنت اقول لك خد الفلوس شيلها معاك وانت تقول لي ما بلاش؟ فاكر؟ ده انت هتشوف يوم. يلا علمني بقى يا ابني. طب قبل ما اعلمك القمار لازم اقول لك على حاجه. القمار ده بيودي في داهيه. شايف العيشه اللي انا عايشها دي؟ ما حلتش غير البدله والقميص اللي انا لابسه، بغسلهم كل يوم واستنى لما ينشفوا عشان البسهم. ما حلتش حاجه رغم كل اللي بكسبه. ايوه انت هتقول لي على اللي بتكسبه؟ شوف اما اقول لك، انا لا حلت بدله ولا زكيته ولا اي حاجه. يلا علمني. انا حلمت حلم يا عمدي، اللهم اجعله خير. حلم ايه يا غبار؟ خير ان شاء الله. الولا رجل مال جاني في المنام انه سقط في بير غويل. بير ايه انت راخه؟ حاجه توغوش بحق وحقيقي يا عم. انا من رايي نبلغ البوليس. خبر ايه يا واد يا غباش؟ انت مالك ومن رجب يا واد يا غباش؟ انت مش شريت المحرات؟ يا هو يا اخوانا يا عالم، انا مش ضد رجب ولا حاجه، انا بس خايف عليه. عندك حق يا واد يا غباش، لازم نشوف لنا صرف دلوقتي. انا بقى الورق حلو، اعمل ايه دلوقتي؟ زود. ازود مهما ازود ما تزعلش. لا مش هزعل. طب انا بزود واقول 3000 جنيه و50 قرش. اشمعنى يعني 50 قرش؟ اجره القطر. يا واد يا فنجري. ماشي يا عم، جاي معاك. معاك ايه؟ انا معايا فول من اللي انت بتقول عليه دي. فول ايه؟ فول ست 3 ستات و8 اهو. 8 فول اهو. فول تخسر يا عم. انا فول رواه، 3 رواهات وجوز اس. الشايب ده يكسب 3 ستات دول؟ طبعا. بس انا قربت اتعلم اهو. كلها 150 سنه وتبقى كويس جدا. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما خبيش عليك يا رجب يا حبيبي، انا رايح برتيتة قمار. طب بقول ايه؟ انت معاك كده دلوقتي كام انصام في المعامله؟ اشمعنى يعني؟ بس طوعني. معايا 50 جنيه. طب ما تسلفني. انت عايز تلعب؟ ايوه العب، بدل ما مش عارف اعمل حاجه. خلاص بقى الواحد يبوظ. يا واد يا فتك، انت هتتقوز علي؟ سلفني من اللي عليك ويخلص. لا لا يا رجب، انت ما تلعبش المره دي. انت تيجي معايا تتفرج، وبعدين لما تتعلم اديك فلوس تلعب. موافق؟ هو انا اقدر اقول لا؟ ده انا مصاريني في عبك. مصاريني في عبك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت منين يالا قلت لي؟ انا من شبرت الميموني، مش على الخريطه. اه بس تعرف يا رجب، انا حبيتك ونفسي ومنعيني ارجع لك فلوسك وتشتري المحلات بتاعك. مش عارف ليه المره دي يا سي بلبل قلبي مصدقك. طب معلش يلا يلا. ايه ده هتروح معايا كده؟ شوف انا عندي بلوفر ده عليا وبنطلون طويل قصر عليا، اجيبهم لك يبقوا عليك فل. ايوه عده النصب القديمه. ايه ده تحتوز عليا؟
انت منين يا ولا؟ كوزين فاليه. كانت صغير. 3 روا. عندك 3 اس. انا يعني في 3 اس دول. تعالى رجب بيه. رجب بيه عين عيان شمبرت الميمون. ابراهيم بيه. سيد بيه. جلال بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه ما بتلعبوش ليه؟ والله دكتور محمد ما جاش لغايه دلوقتي، ولا حسين جه ولا اسماعيل جه راح. طب هنعمل ايه؟ ده احنا 4. طب ما لعبان يا سي بلبل. ومال يا بيه اتفضل. ما بلاش انت رجب بيه. سيبه مدام له مزاج. اتفضل. ايه؟ وماله؟ خد 20 جنيه اهم. خسرتهم يجي لك مغص وتروح، واديك عارف البيت ما تربحناش، عارف الكنت والكنت الريال والفلوس والباص. بس ايه الباص ده بقى؟ انا عارف صيده وماله حمار. يلا نلعب. مكانك يا استاذ سيد. اتفضل يا رجب بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. منور يا رجب بيه. اهلا وسهلا. هتلعبوا ازاي؟ كل واحد فيش ب 20 جنيه. لا 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 20 جنيه ايه؟ لا احنا نلعب كاش، بلاش فيش ولا بتاع، كل واحد 10 جنيه ماشي؟ ماشي. فين؟ أوه. ماشي يا رجب بيه؟ كل واحد 10 جنيه يا رجب بيه. اتفضل. اتفضل حط خدهم يا اخو، خدهم البيت معاك. فتحنا 5 جنيه. خابط. باص. باص. أنا جاي. طب دلوقتي أني عايز أجي أقول البصبوص دي اللي هي الباص بتاعتكم دي يعني، ولا أقول طيب أنا أعمل إيه يا بلبل؟ الله يجازيك يا بلبل، جاي واحد لسه بيستهجى. إحنا ورانا إيه؟ ربنا يزود في الغشم عشان نكسب. قول جاي يا رجب وادفع 5 جنيه يا حبيبي. 2 كارت. نعم؟ 2 كارت. خد يا أخوي. 3 كارت. انت كمان 3 كارت. سيرفي. يعني ايه سيرفي؟ يعني نايم. وانت كمان هتعسل. 2 كارت. انت مش هتغير يا رجب؟ واني كمان كارت. كمان 5 جنيه. انت ملحوق على ايه يا اخوي؟ ما تهبط شوي يا ابني، دي اصول لعب. انا جاي. اللي مش قد اللعب يقوم. خلاص يا سيدي ما تزعلش حقك علي. انا جاي وانت جاي وانت حر ونار في جتتكم. معاك ايه يا عم السيد؟ 3 دام. تكسب. فول اس. انا معايا جدع. تخسر. اكسب انا بقى. ليلكم جله متعاصب جله. ان كان ورقك مش حديد ما تدخلش. حديد ولا زرنيخ؟ ده عامل زي القطر القشاش، مفيش حاجه بتقف قصاده. كاك حش وسطر. فتحت ب 5 جنيه. ماشي. وني جاي. اتفضل. ورقك حلو يا رجب. حد عارف؟ يلا ان شاء الله ما حد حوش. كارتين. 1. 3 كارت. دلوقتي انا اغير ولا لا يا بلبل؟ يا ابني انا كنت شفت ورقك. الله، انت هتقعد تسأله طول الليل ولا ايه؟ ما يلعب لك احسن. طب يا اخويا ما تشخدش كده. ايه يعني لما كلنا نساعد بعض؟ طب دلوقتي انا عايز. طب انا ممكن اغيرهم كلهم؟ لا. طب اغير 4 2 1. اغير 1. قول 10. تكسب يا عم. انا اكسب بقى، لانني معايا فول نسوان واتنين وحايل. اكسب يا بلبل. برافو يا رجل. لم الفلوس. الم الفلوس دي؟ نلبكم جله. 20 جنيه بلاين. 20 جنيه. ايه انت بتلعب مع عالم هفية؟ خليتهم 30. ايوه كده. انا جاي. قول في دورك. مين اللي عليك كلام؟ انا. كام؟ فول دام. تكسب. استنى طول بالك. دلوقتي يا بلبل انا معايا ماركة السجاير اللي انت قلت عليها دي اهي. اسمه ايه؟ كنتو ريال. ارض لك يا جرير. تكسب يا رجب بيه. الف مبروك يا رجب بيه. لم. الم. بس انا احب اخد البرايز الاول دي البهريز.
للككم جله متعصب جله. لا ما دام الحكايه كده بقى ده احنا نكبر اللعبه. ايوه نكبر يا اخويا، ما نكبرش ليه؟ انا ماشي دور. ايه ده كله؟ ايه ده كله فلوس؟ ايوه ما انا عارف انها فلوس، مفيش تحتيها حاجه تانيه. اربع وحدات. انا احتاج بلا تهتم بلا زفت. اسكت لا اديك باللوكس في وشك. معاه حق، فرق كويس، فرق تاني. ماشي دول. 50 جنيه بلاي 100 اوفر. وانت مش قلت معكش غير 50 جنيه بس؟ ده انت داهيه. كارت اثنين. واني اثنين كارت؟ كارت 8. مبروك. انا زي بتاع المره اللي فاتت الكنت ريال اهو. لم رجب بيه. مبروك، الف مبروك. لليكم جله متعاصى جله. رجب، رجب، رحت فين؟ رجب ايه؟ اعل صل على مهلك يا رجب. مش كده، اسكت يا سبولبل، خلينا نخلص يا طابت يا اتنين عور. انا صلد 10 جنيه اهو. انا جاي وانت جاي وانا جاي بصلد. انا معايا البتاع ده هو اللي بيكسب دايما دي، اسمه الكنت، كنت ريال دي. مبروك. وانت يا سيد؟ اهو بطلت. وانت بطلت؟ انا فلست خلاص. على خيرة الله، ليلتكم جله متعاصب جله. سبولبول، انا هشتري المحرات وانت باخد بقيه الفلوس. ليه؟ احط الفلوس مكانها. احط الفلوس مطرحها يعني ايه؟ مادام مش قد اللعب ما تبقاش تلع. ما صحش يا جرير، عيب. لو كنت تعرف العيب ما تخليش واحد زي ده ياخد فلوسنا. انت هتعمل ايه؟ انا في عرضك يا بولبول. ما تخافش يا رجل، ما يقدرش يعمل بمطوة دي حاجة. سيب الفلوس وامشي من قدامي الا اجيب كرشة. قريب بلبل. سلامتك يا بلبل. سلامتي. وانت اللي بتقولها يا رجب. سامحني يا رجب، انا اذيتك كتير، معلش. انت ما اذيتنيش. انا ما كنتش عارف حاجه، انت اللي علمتني حاجه. ما تشوفوا حكيم، شوفوا حكيم بالصوره. الراجل روحه هتروح مننا. انا خلاص. ما تقولش كده، لازم يعملوا الواجب. ده انت صاحبهم. صاحبهم مش هيرضوا يجيبوا دكتور. دول اصحابي وانا عارفهم. على حد يجي يسنده. انا انزل اجيب حكيم. انت غريب والغريب أعمى ولو كان بصير. عايزك تسامحني يا رجب، سامحني أرجوك. أنا مسامحك يا بلبل، أنا مسامحك. كده على طول نسيت كل اللي عملته فيك؟ أنت طيب أوي يا رجب. كل اللي أنت عملته فيها ده كوم، وكونك إنك تموت بدالي ده كوم تاني. أنا بصراحة يا بلبل أول مرة أعرف إنك شاه. محدش بيتولد جبان يا رجب، الظروف هي اللي بتعمل الجبان والشريف والشهم والنصاب. أنا حاسس براحة، هرتاح وأريح ناس كتير. الناس لسه كنت قلت لي انت منين يا ولا؟ انا من شمبارة يا بلبل، شمبارة الميمونة. مش على الخريطة. بلبل. بلبل. بلبل راح يا اخوانا. عبود عليكم. ام الفلوس.
مين اللي قتل؟ ده اللي قتل ابو المعاطي. ابو المعاطي حبيب بلدياتي. اهلا اهلا. الفلوس شحاتة ايه وبشبيش ايه يا ابني؟ هي دي الحقيقة. حقيقة ايه يا سعادة البيه؟ انا حرامي. حرامي ابن حرامي. الفلوس معاي وانا اتحكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. الا ما تقولي سيادتك امور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبيش الحكاية اصلها هتضيق ومش مستحمل الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان. انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه. انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص؟ الله ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذوبه؟ يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا. من المعروف وحياه ولاد بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله ياخد مين يا سعاده البيه؟ انا حرام؟ حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشرطه معايا وانت كنت لو كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي. حرامي لسه اعلاني مختلس. هي براءه العقل. ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي. انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ما تطلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارفك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدهف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارفك بقى. هم خلوك المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ده يا جدع عندي. انا عارف. مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهم يا ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من ده يا دي؟ لكن هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول له كمان. قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نال. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نال ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه. انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما ماما انت كمان تقول ماما. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين للاسم الهلوتي بيه؟
يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه، لكن انا هجيبه ان شاء الله هجيبه. الا قول لي لو عوزتك اجيبك من ايه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حاره الكلب. حاره الكلب نصيه النتن. نصيه النتن قهوه البقر حاره الكلب نصيه النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلوت بيه. كلوت بيه. كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. عجوه يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوه. كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوه. طيب طيب كمان. يا سلام انا مش مصدقه عينيا. الله مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا يا الف مرحبا. اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي. انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الصحراء من العجينه. اطلعي علي هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس. يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني. انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي. اطلعي يا روحي. اطلعي يا اخي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس. الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نورك. اي والله نورك. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي واعيش عيشه المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟
ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشة عادية. تجننت يا بنت انتي؟ ارجع الفلوس ازاي؟ واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزة تقفي معايا للآخر أنا خدام. ده أنا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. أنا حرسي من الجو دلوقتي، وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهة في أوانها. أموت أنا في المنجهة في أوانها. ثانية واحدة. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار. مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا. ما هو البركه بقى في ست الكل حمات الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامنكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يلا يا علي ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه. هي فيها لسه طول البال؟ خطيبك ده بيخطط للنغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضر شقتي مكتب؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها، بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغاية دلوقتي ما اشتغلتش بتلاتة مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم. يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمة كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام التمام. هنبلغ سعادته حضرتك. ممكن اقابله بثلاث دقائق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا، ومعلش انا عايز ثلاث دقائق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. ايه؟
تعرفة الجمارك بالنسبة للسيارات بقى كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. سلام عليكم. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة. عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده. لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال 1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد. انا بكرر اسف. حقيقي. حاضر يا سيدي. ادي ال 1000 جنيه اللي انت دافعهم وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلامه. انا بأكرر اسف. اللي بعده يا ريمون. اتفضلي. اتفضلي استاذ. سعيدة يا جوز بنتي. اهلا يا عيش. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل ده يطلع منك؟ خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد. ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجل عليهم. خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي. هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن. وعلى زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس. بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه. غضروف. غضروف بيه اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف. ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس ورجلي حبت لما عرفت عيونك وقلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا. عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا وتكتب. عندك سمعه؟ ما عنديش سمعه. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره.
الشعريه لو سمحت. لا قول لي وحياتك، مش هي دي الراقصه نهد؟ ربنا يدلنا بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد على اسم الهلوتي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. افرجوا عنها بعد كده. حتى تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك برقبتي. ربنا يتميم بعقلك. عاقل قوي. حلال. قال والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها. ترسم عليها انك انت غني قوي وتصرف عليها ببذخ بأبد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. اضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشع يا بت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا طينا طين الليل. هتنحس مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد انبطحي. أنا مش عارف أقول لك إيه واصل، أنت ما خليتيش حاجة في عقلي. داني إهدى، أنا ما شفتش حريم قبل كده. أنا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا نصراني الغليظ. تصور إن أنا مديونة. مديونة كيف وأنا عايش؟ علي أجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشويه هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينه طنطين الليلاتي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني يا حياتي. ليلتنا مطينة ثلاث قناطين الليلاني. انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ اهلا يا مغاولي. اهلا اهلا. ازيك يا رمضان؟ شايلي بره. والله عشت وشفتك اخر قبه. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خالد. أنا سمعت يا ابني عن كل اللي أنت بتعمله، حاجة حلوة أوي. قلت الضفرة ما يطلعش من لحم، وإحنا طول عمرنا وأنت عارف إنني بتمنى لك كل الخير. أمال أخبار مشروع المواشي اللي عندك إيه يا خالد؟ المواشي ما بعيدش تجيبها بقى اليومين دول. بس أنا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوق، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهم، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك
يدور بالجامد بالجامد قوي. ايه عينيها الاثنين حاجه ساعه لبره. بس عايز اقول لك حاجه كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن، ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمه على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعه في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلني، وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خالد. طيب يا سر رمضانكو الفلوس اهي عندي. عندي مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. ايوه. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى. انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يدعي؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها؟ ده بياه؟ ينيلك ده احنا؟ يا لهوي، ليه بياه؟ عن اسمع يالي كانوا على قرف لسان الكبير فيهم، والله ما اعرف اسم الكبير. انتظرين لحظة من فضلك. ده بيا بيا ايه بيا ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجة اسمها سي رمضان، قلت اسم سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المقدم بيه. وأنت وبقى عارف هتعمل إيه؟ طبعًا عارف أعمل إيه يا رمضان أفندي. ما فيش حاجة اسمها رمضان أفندي، سيادة المقدم. بس عليا النعمة أنا لايق في العسكري أحسن من الحرامي. جدع، وأنا هعمل إيه؟ أنت ما تعملش حاجة، تفضل ساكت خالص كده أهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجة اسمها معلم، قلت لك سيادة المقدم. حاضر يا سيادة المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سيادة المكتب؟ يلا بينا، ادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ تعالى هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. وبعيد؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايده.
هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه انا غلبانه يا بيه، يا بيه انا في عرضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت ساب لك بلاد، ده في بيني وبينك طربايه. طربايه؟ ايوه، اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ضابط مباحث، وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها، وهي اللي قربته بسلامتها. عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس، يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني، وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمعي يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا، اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقرا هي، انا عارف. حر يا بيه، حر يا بيه، بس اضمن مني انتوا تسيبوني. لا، في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطه اونطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. ودي لها بنت الارشينات. ايه؟ ودي لها بالارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخليق. يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم اي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيك. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودي هناك ده ليه؟ نتعشى؟ اسكت خالص. مش ايدك ما تهوبيش تحت هنا، وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا ناهد. انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه، انا الكرودي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العاش يا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعاتبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني خلي بالك، اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. انت هنا حد شدح باقه. جوه جوه. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. هنا ما حدش يفتح بوقه، سيبوه. يا كرم الله. هذا من فضل ربي. انت راح فين؟ راح عند شفتح بقه. فين الفلوس؟ خلوها لك. يا كرم الله. يا كرم الله. تفضل ربي. الفلوس في ايه؟
يا كرم الله. اصحى عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش عشرة مليون فلوس كام ارجع نونس؟ ولا نونس يفتح بقه. فتحي، غضروف، قباب، ميمون، انتوا مأمنيني؟ بيتنا. شوفوا، انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كأنكم ما تعرفوش اي حاجة. وبعدين؟ ولا قبلين، نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا، اكنكم محوشين قرشين للزمن. تأمين على الحياة يعني؟ بالظبط، اول تأمين على حياة الحرامية. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا عبد البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدع؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصل انا استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حقه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديا الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. ايه عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه، عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكم الاعالي البحار. رمضانكم والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا من الاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات، قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري شويه. تعال تعال اقبض عليا يا امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. زجزح جوه التخشيبه بس احوالها يا ابويا غريبه، حجز جناح جوه التخشيبه. واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. دول زمايلك كركيه يعيش كبير الحراميه.